الحمد لله اليوم كان ترتيبنا كويس، خلصنا اليوم التاسع. طبعا اخرتنا الامطار لان انا انطلاقتي كانت متاخره، وفي اخر 30 كيلو و 40 كيلو جانا مطر جدا ثقيل، سواقين الهلوكس الثانيين ما جاهم. الشيء الثاني بعد قبل نهايه تقريبا 30 كيلو طلعت علينا سياره المنظمين، وعندنا في الكاميرا بنرسلها للمنظمين الحين لان اخرتنا السياره هذه، خسرنا فيها وقت، طلعت على الطريق وما قدرنا نتجاوزها، فان شاء الله يرجعوا لنا الوقت اللي خسرناه.